السلام عليكم. احنا اليوم الثاني في المركز الملك سلمان. طبعا هو اليوم الاخير والثالث. وتشرفت بكتابة أمشاق للفنون من الأساتذة المميزين الأستاذ سروان، الأستاذ كرزان وسروان. ما شاء الله من أمس هم يكتبون. تسلم الأيادي والله. شكرا أستاذ، شكرا. ومن مثلي اليوم ومن مثل أمشاق اليوم. ما شاء الله تبارك الله. أمشاق للفنون أو السكون هو أمشاق للفنون. إيه نعم، تنوين ضمتين تنوين. والله تشرفت بكتابة هذا الاسم من أساتذة أستاذ سروان والأستاذ كرزان، بارك الله فيكم. ما شاء الله.